سلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس السادس عشر من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الـ Encoding الشارسات في الـ HTML، سنفيدير لو جو دو كاركتر في الـ HTML. دونك في هذا الدرس خصوصا ارتأيت أن أعمل يعني هذا الدرس كوم أن بروجي، يعني كمشروع. يعني كيف كمشروع؟ يعني باستغلال كل المفاهيم والدروس التي قد تعلمناها في الدروس السابقة من الدرس رقم 1 إلى الدرس 15 من هذه الدورة لتعلم لغة الـ HTML، يعني كل هذه المعلومات قمت بتجميعها واستعمالها في هذا الدرس لإنشاء هذه الصفحة اللي هي الصفحة اللي راح تكون إن شاء الله الدرس تاعنا في الكوداج دي كاركتير. دونك هذا الدرس ما راحش نديرو دي كود، ما راحينش نعملو دي كود هنايا في لاباج تاعنا. لاباج تاعنا رانا عملت لها كود وسجلت لها كود. هذا الكود اللي راكم تشوفوا فيه راهو كود اللي يستعمل جميع ما تعلمناه في الدروس الواحد حتى الخامس عشر من هذه الدورة. دونك استغل هذا الدرس بتثبيت المعلومات التي قد تعلمتها في الدروس من واحد إلى الخامس عشر، وأنشئ صفحة باج ويب كما أنشأت أنا هنا. دونك إذا كنت يعني فعلا قد تمكنت من الدروس السابقة فبإمكانك إنشاء صفحة باج كما هذه، يعني كل المفاهيم اللي استعملناها في الHTML في الدروس السابقة تم استعمالها بإنشاء هذه الصفحة اللي هي راح تكون صفحة درسنا اليوم، بالإضافة إلى هذا الجدول وإلى هذه الصفحة اللي راح تكون تكملة لهذا الدرس. دونك ليتس جو، دونك لنبدأ درسنا إن شاء الله. دونك في هذا الدرس بالإضافة قبل ما ننطلق هذا الدرس، دونك بالإضافة إلى هذه المعلومات أقول وأكرر أنه جميع ليكود سورس، كل ما تعلمناه من دروس واحد إلى خامس عشر ودروس أخرى فيما بعد، توت ليكود سورس، كل يعني الكود اللي نكتبوه في الدروس للتوتوريال كلهم ستجدونها إن شاء الله على صفحتي في الجيت هاب، وسأضع لكم لينك ذير ما باج بيرسونال على الجيت هاب أين يمكنكم تحميل كل سكريبت، كل دروس تاع لي توتوريال اللي تم تعليمهم من الدرس واحد الى الخامس عشر وهذا الدرس وفي الدروس القادمه ان شاء الله من هذه الدوره. دونك ننطلق في الدرس تاعنا. في هذا الدرس ان شاء الله قلنا نتعلم عن الانكودين كاركتر. واش هو الكوداج دو كاركتر؟ تو سامبلومون الكوداج دو كاركتر او بيان جو دو كاركتر هو عباره، نقدروا نعتبروه هو عباره عن اسباس. ايماجين راكم داير دائره اللي هو هذاك هو الجو دو كاركتر تاعك، وعلى انتيريور تاع هذيك الدائره كاينين جميع لي كاركتر، سواء احرف سواء ارقام سواء دي كاركتر سبيسيو، دي اروباز، دي بلوس، دي دولار، دي اورو، انفيريور، سوبيريور. في هذيك الدائره، في هذاك الاسباس، هذاك الجو دو كاركتر كله دي ارقام واحرف ودي كاركتر سبيسيو. هذا هو معنى الانكوداج. وشاك كاركتر، شاك حرف، شاك رقم، كل كاركتر سبيسيو عنده انكوداج سبيسيال نكتبوه هنايا اللي هو لونتيتي، كود اونتيتي، سواء نيم سواء نومبر كيما تعلمنا في الدرس الخامس عشر. نعم، اول جو دو كاركتر تم انشاؤه هو الاسكي من طرف لورغانيزم 3W3C. هذا ستوندار الاول تاع اول ستوندار تاع جو دو كاركتر اللي يحتوي على 127 الفا نيميريك، صافي يدير 09 نمبر لي نمبر من 0 ل 9 ولي كاركتر اون انجلي ا ا زد، بالاضافه الى كاركتر سبيسيو لا روباز الى انفيريور اكسيتيرا. ثاني جو دو كاركتر تم انشاؤه من هذا الاورغانيزم هو الان سي اللي جا بعد ديريكتومون الاسكي. الان سي هذا هو جو دو كاركتر سبيسيال بور ويندوز الفيرسيون 1252، يعني هو جو دو كاركتر اوريجينال تاع الويندوز ويسيبورتي 256 ديفيرون كاركتر بور اتش تي ام ال، يعني يستعملوه سوفون في الاتش تي ام ال. نشوفوا باللي كاينه ان ديفيرونس يعني بين الاسكي ولا هانسي، يعني الاسكي كان 127
ومن بعد السيبور تاعو، ومن بعد جا الان سي زادوا له في السيبور مددوه حتى 256 كاركتر يقدر يهز يقدر يحمل. ابري زادوا طوروا ان نوتر جو دو كاركتر اللي هو ايزو 88 59 فيرسيون 1. هذا الايزو بار ديفو في ال HTML 4، يعني نستعمله بار ديفو في ال HTML 4، وهو يعني جو دو كاركتر اللي يغطي 256 ديفيرون كاركتر، يعني هو لو ميم سيبور تاع ال ANSI. ابري واش شافوا؟ شافوا بلي بلي ال ANSI والايزو 8858 عندهم ان سيبور ليميتي 255. لقاو بلي عنده عندهم سيبور ليميتي، واش داروا؟ راحوا يعني اكتشفوا وبيان خلقوا النوتر جو دو كاركتير سماوه عطاوه التسمية لي تي اف ويت. هذا لي تي اف ويت هو امتداد تاع الايزو والانسي، لانه الايزو الانسي ليميتي، باش يديروا الامتداد تاعهم زاد مددوا كي مددوا في هذو الاي تي اف ويت الانسي والايزو زادوا مددوا طاحوا في الاي تي اف ويت. الاي تي اف ويت هذا هو جو دو كاركتير بلوس كو لي بريسيدون، يعني الانسي والايزو والاسكي عنده ان سيبور بلي بلي لارج يقدر يوصل حتى ل 10000 كوم كاركتر، يقدر يهز حتى 10000 كاركتر، يعني عنده ان سيبور تري لارج اللي هو لينيكود، ويغطي القوه تاعو فيها تكمل انه يغطي كامل لي سيمبل وكامل لي كاركتر تاع الورد. وهنا تكمل قوه الاي تي اف ويت في الفيرسيون الاخرانيه تاع الاتش تي ام ال 5، دونك انه يغطي جميع لي كاركتر تاع الورد. دونك حنايا في الاتش تي ام ال 5 باش نديكلاريو جو دو كاركتر اي تي اف 8 عندنا ان اتريبي كي سابيل شار 7، وهذه لاتريبي شار 7 هي ان اتريبي كي برون لا فالور او بيان كوم برون كوم فالور اي تي اف 8 اللي هو جو دو كاركتر داخل لا باليز ميتا كيما رانا نشوفو هنايا. فوالا اون بليس دو سا اون بليس دو سا راحين نديرو ديفيرون، يعني ديفيرون تيب دو ديكلاراسيون في ديفيرون لونغاج سكريبت، في ديفيرون لونغاج سكريبت اللي باذن الله راحين نديرو دورات عليهم في هذه القناة. دونك يعني باش نبداو باش نبداو نديكلاريو الجو دو كاركتر تاعنا في شاك تيب تاع لونغاج، خلينا نقولو بلي البراوزر لازم يخصو يعرف جو دو كاركتر، يعني باش حنا نروحو نقولو يعني علاش نديكلاريو هذه الجو دو كاركتر، لانه البراوزر في شاك ديفيرون تيب في بي اش بي اكس ام ال في الفايل هذا دوت اش تي اكسس، علاش لانه البراوزر يخصو يعرف الجو دو كاركتر اللي راك تستعمل فيه نتايا في سكريبت تاعك. وكي خصو لازم يخصو يعرف البراوزر تاعك يخصو يعرف هذا الجو دو كاركتر باش البراوزر يافيشي لك لي كاركتر تاعك كوريكتومون. نبداو لا بروميير ديكلاراسيون اللي هي في لي فيشي بوان اش تي اكسس. باش نديرو لا ديكلاراسيون في بوان اش تي اكسس، باش نديرو لا ديكلاراسيون في هذو لي فيشي خصنا نكتبو هذه لاين وانتهى الامر. نكتبو هذه لاين وانتهى الامر. نعطيو ان بتيت اكزومبل هنايا تاع لا ديكلاراسيون اللي هي هنا باغ اكزومبل ان فيشي بوان اش تي اكسس، درنا هنا ديكلاراسيون تاع جو دو كاركتر تاعنا في الفايل تاعنا. وبالمناسبه باش يعني تعم الفائده، يعني في التيب تاع لي فايل هذو كيما رانا نشوفو هنايا، هذو تيب تاع الفايل دوت اش تي اكسس، يعني تيب لي فايل هذو باش نحكيو عليهم ان بو اونتر بارونتاج بارسكو تريز امبورطون. باغ اكزومبل حنا نفرضو بلي كملنا الدوره تاعنا تاع الاش تي ام ال ودرنا النوتر ودرنا الدوره باغ اكزومبل تاع اللي راحين نديروها باذن الله في هذه القناه اللي هي تاع البي اتش بي، وكرينا دي سيت افيك اش تي ام ال بي اتش بي، اي ابري اوريجيسترينا الدوكيمون سورس تاعنا ها الجميع اللي استعملناه في الدوره تاعنا، خبيناه هنا في هذا يعني تم حفظهم في هذا الملف اللي هو ابروندر اش تي ام ال. نعم دونك
حنايا دوك واش خصنا؟ خصنا في هذاك الفايل ابروندر اتش تي ام ال، الا انا لو بروغرامور لادمينستراتور تاع هذوك الفيشي اللي نقدر نموديفي في الكود سورس تاعهم ونغير في لاباج ويب تاع لي كليون. باغ اكزومبل نجيو حنا نخدمو باغ اكزومبل عندنا، نفرضو باللي حنا رانا في 4 4 بيرسون في انتربريز نخدم انا وعندي 3 كوليك واحد اخرين. دوكا باغ اكزومبل موا جي لوتوريزاسيون باش نموديفي في هذا الفايل، و 3 اوتر كامارات و بيان كوليك اللي يقدروا اوسي موديفي في الكود سورس تاع الاتش تي ام ال والبي اتش بي اللي شونجيونا السيت ويب تاعهم تاع لي كليون. لي كليون تاعنا باغ اكزومبل عندنا واحد حب باغ اكزومبل يدير ان سيت تاع ان سيت بور لو نيتواياج، ان انتربريز دو نيتواياج حبس دير السيت تاعها في النيتواياج، و شاك فوا باغ اكزومبل تبدل لي زاكتيفيتي تاعها. حنا كرينا لها السيت هنايا في انتربريز، حنا نخدم في انتربريز، تلقينا هذه التعليمه كرينا لهم سيت، و اشاك فوا يدومونديو علينا باش نموديفيو التعليمات في السيت تاعهم. باغ اكزومبل بدلو داروا لاكتيفيتي الفلانيه، زادوا السيرفيس الفلانيه، حنا نموديفيو ونافيشيو. شكون اللي عندهم الدروا؟ انا كومون ادمينستراتور، لي 3 كوليك اللي عندهم ادمينستراتور اللي عندهم الدروا باش يموديفيو في الفايل في الدوكيمون سورس. دونك من اجل هذا الشيء ما كان حتى واحد يموديفي في هذا الكود سورس، دونك غير حنا لي 3 كوليك باش نحفظوا لا بروتيكسيون ونكونوا مضمنين باللي لي فايل هذو موديفي فيهم سواء انا سواء لي 3 بيرسون كوليغ اللي خدموا معايا، هو انه نكرييو ان زون كي سابيل ادمين. هذه الزون ادمين هي كيما هنايا عندي باغ اكزومبل هنايا، هذا هو الزون ادمين تاعي ابروندر اتش تي ام ال. هذا نكرييوه باه نكري باغ اكزومبل باش نكرييو الزون ادمين على هذا الدوكيمون، باش نكريوه على هذا الدوسي تاعي ابروندر اتش تي ام ال. واش نديرو؟ يخصنا على الانتيريور تاع هذا الدوسي نكريو دو فيشي اللي هو بوان اتش تي اكسس و بوان اتش تي باسورد. دونك عندنا دو فيشي لداخل في لازون ادمين. دونك في الفيشي بوان اتش تي اكسس نكتبو جميع لي باسورد ولي لوغين تاع لي 3 كولاغ والتوعيه هنايا، ونورجستريهم في هذاك الفيشي. اكوتي عندنا الفيشي هذا، في الفيشي هذا كيما شفنا هنايا واش نديرو؟ في امباليز كيما هذه فايل، في امباليز فايل نديك نعيطو للفايل، يعني في الفيشي تاعنا برينسيبال نعيطو لاش تي باسورد. الاش تي باسورد هذاك اللي يحتوي جميع لي باسورد ولي لوغين تاع لي كامارات، وانا كوماند ان ادمينستراتور يعني اللي كاين المود باس اللي مستوكيين في هذيك لاباس، نعيطو له هنايا. وفي الفايل تاعنا هذا عيطنا لهذاك الفيشي تاع اللي يحتوي على المود باس، وديكلارينا الشارسيت اللي هي الشارسيت اي تي اف ويت. علاش؟ باسكو كي نجيو حنا نكليكيو اي واحد يجي يكليكي هنا باغ اكزومبل على ابروندر اتش تي ام ال، نجيو هنا يكليكي على ابروندر اتش تي ام ال، لا يتم يعني فتح الملف بهذه الطريقه، يعني يتم عرض امام اي مستخدم او اي واحد يجي يحل هذه، لا يتم عرض ان بواط دو ديالوغ. هذه لا بواط دو ديالوغ تقول له باللي اونطري لو مود باس اي لو لوغين. سي باغ اكزومبل انايا كليكي جاتني المود باس، دخلت المود باس نعرفه وعندي اللوغين كنعرفه، اونطري خشيت نخش ونقدر نموديفي هنايا، نقدر نموديفي في لي كلاس هذو لي كور اللي شفناهم الدروس السابقه، ونشونجي في نقولوا نشونجي في الكود سورس تاع لي باج. باغ اكزومبل واحد ما عندوش مود باس، مش مونجستري في لاباس، ما عنده لا مود باس، يكتب ان مود باس كيلكونك ان باسورد كيلكونك، ما راحش يعطيه لوتوريزاسيون باش يخش الكود سورس هذاك. وهذه هي القوه تاع هذا الفايل، يعني هذه القوه تاع هذا الفايل اكسس، يعني درنا لا بروتيكسيون تاع لي دوكيمون تاعنا اللي كتبناهم، يعني سي لا بروتيكسيون كما قلنا نشرح في البي اتش بي. وسي في البي اتش بي خاصنا جوست هذا لالين كوم الاتش تي ام ال، هزوا هذا لالين ونروحوا البي اتش بي. كما عرفنا البي اتش بي واش هو؟ البي اتش بي هو لونغاج دو هو سكريبت وسي دو بروغراماسيون، تكتب هكذا، هذه هي التاغ تاعو فوالا، يتميز بهذه لاباليز. الانتيريور هنا نكتبوا كود بي اتش بي باذن الله، سوف نعمل دوره كامله في هذه القناه عن تعلم لغه البي اتش بي ونعرفوا واش نكتبوا هنايا اونتر لاباليز هذه.
فوالا حنا بور لو مومون جوست كيفاش نديرو كيفاش نديكلاريو تيب او بيان لو جو دو كاركتير في ال HTML نديكلاريو هكذا كيما نقدروا باغ اكزوم نزيدو هنايا نبدلو هذه نوفيفيوها نرجعوها ايزو ايزو جيري 28 سيكونت 9 فيرسيون 1 فوالا نقدروا نخدموا بالايزو نقدروا نخدموا بالاي تي اف كيما نحبوا حنا ليسونسيال نديكلاريوها في الهيد نكتبوا هيد نفتحوا هذا سنجل كوتيشن ونكتبوا هذه لادريس ونكتبوا هذه لادريس وهنايا تم تعريف واش تم تعريف جو دو كاركتير اللي حبينا درك البراوزر هنايا يافيشي لك الكود تاعك كوركتومون في لاباج ما عنده حتى بروبليم باسكو ديكلاريت له جو دو كاركتير ميم سي تكتب ان جو دو كاركتير النورمال هو يفهمو ديريكتومون ما عنده حتى بروبليم يعني تك في الاكس اتش تي في الاكس HTML XML aussi un autre langage de programmation c'est juste une zone la ligne comme ça ou rohum l'an XML كذلك نكتبو XML هذه هي ديجا راهو ديكلاراها لنا تهنينا يعني ما خصناش نزيدو نكوبيوها ديريكتومون عارفها بار ديفو اللي هي هاي اكس ام ال لا فيرسيون تاع الاكس ام ال اللي هي 1.0 والتيب دو لونكودينغ هو الكوداج دي كاركتير الكاركتير كيفاش نكوديهم كوديهم بلي تي اف 8 فوالا هكذا نديكلاريهم وهنا نكتبو هنايا هنا نكتبو الكود تاعنا اكس ام ال باذن الله سوف نعمل دور كامل عن لغة تعلم الاكس ام ال في هذه القناة نعم في ال HTML ثاني عندنا هنا HTML نعاودو نرجعو على الباج تاعنا هنايا عندنا ال HTML 4 وال HTML 5 كيما عملنا في الدروس السابقة فوالا ها هي لا باليز ميتا شار سيت تهز لا فالور تاعها لا باليز ميتا تحط لا تريبي هادي ولا تريبي هادي تحط هادي لا تريبي تعطيها لا فالور هادي وتحط لا تريبي هادي وهنايا تكتب على الانتيريور تكتب الشار سيت هاي تحط هنا ايزو ولا اي تي اف 8 ليسونسيال هنا بور اتش تي ام ال 4 هكذا ديكلاري هنايا في الاتش تي ام ال ديكلاري هكا الجو دو كاركتير تاعك وهنايا تبدل كيما تحب تحط اي تي اف 8 سا مارش تحط الايزو سا مارش دونك انت ولك الشوا ولكن تهز بعين الاعتبار لي كاركتير اللي تكزيستيو هنا اللي تكزيستيو هنا باش كي تكتب انت في الكود تاعك تيفيتي لي بروبليم في البراوزر هذا ما كان ولا تحط اي تي اف 8 وتهنا باسكو هي القويه هي اللي تحتوي على جميع لي كاركتير بريسك فوالا في الاكس اتش تي في الاكس اتش تي ام ال دونك اكس اتش تي ام ال سي سي ان سكريبت مي هو امتداد ال اتش تي ام ال يعني ما نقدروا نقولوا هو اكس ام ال حنا نقدروا نقولوا اكس ام ال اكس اتش تي ام ال هو امتداد ل اتش تي ام ال يعني كاننا نحكموا ال اتش تي ام ال ونديروا له اكستنسيون اكستنسيبل يعني اكس هذيك صافي دير اكستنسيبل يعني هنايا واش قلنا هنا اكس سي اكستنسيبل وهنا اتش سي ايبر تكست لانجويج مارك اب ايبر تكست لانجويج مارك اب اكستنسيبل يعني هو اتش تي ام ال ممدد حب يقول واش واحد يقول نجيو نكتبوا الاتش تي ام ال تاعنا عادي جدا انا نكتبه باغ اكزومبل اكس اتش تي ام ال هكذا هنا كاينه شيئين رئيسيين لازم نعرفوهم هذا اتش تي ام ال عادي باش يولي اكس اتش تي ام ال لازم نهزو لالين هذه دائما هكذا نهزو لالين هذه ونزيدوها هنايا ونهزو لالين هذه نزيدوها في الدوك تايب يعني نديرو ان دوك تايب تاع خاص بها هنا كي كتبنا حتى هنا دوك تايب تاع اتش تي ام ال كي زيدنا هذه ولا انوتر دوك تايب تاع الاكس اتش تي ام ال ونزيدو في الاتش تي ام ال هي باليز تاع الاتش تي ام ال كي نزيدو هكذا تولي باليز اتش تي ام ال تاع الاكس اتش تي ام ال هنا تولي عندنا حتى هنا ولات عندنا ان باليز تاع الاكس اتش تي ام ال لاننا نشوفو هنايا الاكس اتش تي ام ال ولات عندنا باليز تاع الاكس اتش تي ام ال مش تاع الاتش تي ام ال دونك هنايا هذا الكود درك كي نبداو نكتبو هنا ما نتعاملو مع الاكس اتش تي ام ال الاكس اتش تي ام ال واش هو نقدروا نعتبروه هو اميلياراسيون يعني تحسين الاتش تي ام ال الاتش تي ام ال الاتش تي ام ال دي فوا يكون فيه دي موفيز ايكريتير ما نغلقوش باليز ننساو ما نسكروش باليز ما نكتبوش نكتبو باليز وما نسكروهاش باغ اكزومبل هنايا سي موفيز دونك هنا باش نحسنوه
درنا هذا الاكس يعني نقدروا نعتبره هو تحسين الاتش تي ام ال، وراح نتعلموا ان شاء الله في درس قادم من هذه الدوره راح نتعلموا اكزاكتومون على الاكس اتش تي ام ال، وشنو الاكس اتش تي ام ال واش يدير واش لازم نزيدو برينسيبالمون. رانا عرفنا كيفاش نديرو ستراكتير تاعو. ثاني حاجه ثالث حاجه هي انه كيفاش نديكلاريو في كيفاش نديرو جو دو كاركتير اي تي اف 8 كيفاش نديكلاريوها في الاتش تي ام ال 5 هي هنايا. دونك هذا رانا عرفناه. ثاني حاجه حابين نتعلموها هو هذا تيبل شار هذا اللي درناه هنايا، اللي هو ننتقلوا للكود تاع الكود تاعو، يعني هذه الاخر ها الكود تاعها لا باج كود سورس هذه هي، هذه ثاني انا قمت بانشائها باج انطلاقا من المعلومات اللي تعلمناها في الدروس السابقه من 1 حتى 15. دونك تيخصك تنشا اوسي هذه لا باج ويكون امتحان لك او بيان بروجي او مشروع بالنسبه لك، يعني اذا كنت فعلا تمكنت من الدروس من 1 ل 15 يمكنك فعلا انشاء هذه الباج كما انشاتها انا. دونك هنايا باش نشرحوا على قلنا الجو دو كاركتير. جو دو كاركتير واش هو؟ باغزومبل هنا الرقم 33، يعني الكاركتير 33 في ليسباس هذا هو علم تعجب، في ليسباس علم تعجب، في ليسباس هذا علم تعجب، في ليسباس هذا علم تعجب. الكاركتير 47 في ليسباس هذا هو اونتي سلاش، في ليسباس هذا اونتي سلاش، في ليسباس ايزون اونتي سلاش، في ليسباس اي تي اف 8 سي اونتي سلاش اكسيتيرا. هذا سي الرقم تاع الكاركتير في شاك اسباس. وهنايا ديسكريبسيون واش يدير هذاك الكاركتير، الرقم تاع الكاركتير هذا دوبل في، الرقم تاعو هو 119 في الاي تي اف 8 دوبل في، هو 119 الرقم تاعو في هذا، و 119 في الايزو، 119 في الانسي، و 119 في الاسكي، وهو واش يدير هو اللاتر دوبل في. نجيو بالخفه هنايا، هذا هنا تقدر يعني تشوف هذا يعني من الانترنت تقدر تشوف هذا الامورات هذه. سونسيال درتو هنا باش نشرح بعض الامورات. هنا قلنا الاسكي جو دو كاركتير اسكي، وعنده هنا التعليمات ينطبقوا في الجدول هذا، يعني الان سين، ومن بعد زيد يجي الايزون يعني اللي عنده سين هذو. نجيو هنا الشار 7 اللي نشرحوا الشار 7 اون ديتاي اللي هو ينطبق على جميع هذو لي بريسيت. دونك في الشار 7 جو دو كاركتير شار 7 واش هو؟ قال لك هنا نجيو باغزومبل الخاصيه، احنا الجدول تاعنا يبدا من 32 ما يبداش من 0 ل 27، سي بور سا ما نحكيوش على لالين هذه، نبداو على لالين هذه الاولانيه نشرحوا باغزومبل هذه. قال لك هنايا واش هي؟ عندك قال لك الاي تي اف ويت ما عندوش لي فالور من 128 حتى يعني 128 حتى 159 ما عندوش لي فالور. 128 فوالا 128 ويمشي يمشي 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 ما عندوش حتى 159 160 ما عندوش دي كاركتير. وبالفعل ومن بعد ابري نشوفوا باللي كيما نشوفوا هنا، نشوفوا هنايا في الايزون في الاي تي اف 8 في الايزون وفي اسمه وفي الان سي لو ميم كاركتير لي ميم كاركتير ها كاركتير كوما 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 في لي 3 لي 3 كوما كوما حتى 255، يعني من 160 حتى 255، 160 255. واش قال لك اي تي اف 8 ان سي ايزون ايدونتيكال، يعني متماثلين وكما كنا نشوفوا هنايا في الجدول. هذه هي يعني شاك فوا كيفاش تلقى هنايا لي كاركتير بزاف. هنا زيد يحكي لك ميم سي هنايا في الان سي باغزوم يحكي لك يقول لك باللي يعني يقول لك الان سي عندو دي بروبريتي كاركتير فاليو منا حتى لهن. هنا يقول لك من 128 حتى لهن، تشوف انت الارقام من الى اين وتشوف هنا في الطابلو تاعك. والطابلو هذا يعني تقدر يعني تقول باللي هو يدير لنا لا ديفيرونس، لا ديفيرونس اونتر لي ديفيرون سبيس لي ديفيرون جو دو كاركتير لي كاينين في لي ديفيرون لانجويج ديفيرون بيتوين شار 7. دونك هذا يعني باختصار اختصار لي جو دو كاركتير لي كاينين لي نقدرو نديكلاريو في ديفيرون سكريبت او بيان لونغاج دو بروغراماسيون. دونك في هذا الدرس يعني نكتفي في هذا القدر من هذا الدرس، ونقول بلي في هذا الدرس قد تعلمنا في لونكودينغ تعلمنا لي كات ديفيرون تيب دو جو دو كاركتير لي نقدرو نديفيروهم ندير لهم لا ديفينيسيون تاعهم في ديفيرون لونغاج سكريبت، سواء اتش تي ام ال سواء اكس ام ال سواء بي اتش بي سواء اكس اتش تي ام ال. دونك عرفنا كيفاش نديكلاريو وهي مفيد ومهمه جدا، يعني نتعلموا على هادو الجو دو كاركتير ونتعلموا سي على لي زونتيتي اللي تعلمنا عليهم
في الدروس السابقة اللي هي دروس الدرس الخامس عشر، يعني الكود اونتيتي هو يدير لك هو الكود تاع هذاك الكاركتير اللي معرف في دي جو، يعني جو هذا جو هذا جو هذاك فيه دي كاركتير، وشاك كاركتير عنده الكود تاعو صفر اونتيتي. دونك اكتفي بهذا القدر من هذه المعلومات، اتمنى ان الدرس قد اتضح عندكم وواضح، ويمكنكم الان التمييز بين ديفيرون تيب دو كاركتير ديفيرون جو دو كاركتير اللي كاينين، يعني اللي اكزيستيو على العموم في مختلف لونغاج دو بروغراماسيون، ميم سي في دوتر لونغاج دو بروغراماسيون، هذو هما لي تيب اللي كاينين. وعرفنا باللي القوي ولا فيرسيون مع يعني كيفاش نقولوا لو جو دو كاركتير، يعني الامثل اللي غطي برسك كامل لي كاركتير هو الهيت اف 8 اللي مستعمل في لا دنيير فيرسيون تاع ال HTML 5. دونك اذا كان الدرس غير واضح عندكم، اتمنى ان الدرس قد اتضح عندكم، اذا كان غير واضح لا تنسوا ان تعملوا يعني تعملوا اسئله، يعني تطرحوا اسئله داخل تحت هذا الفيديو، ساجيب عن اي سؤال عن اي استفسار انتم قد طرحتموه تحت هذا الفيديو. واكرر واقول ان هذا الدرس هو عباره عن امتحان، عباره عن اختبار لك، إذا كنت فعلا قد تمكنت من الدروس من 1 إلى 15 يمكنك إنشاء هاتين الصفحتين من الباج ويب وتعمل تيتوريال تاع الأنكودينغ، يعني لو جو دو كاركتير في ال HTML. بالإضافة قبل ما أختم هذا الدرس أقول أنه جميع لي كود سورس تاع لي باج للدروس اللي تعلمناها في هذه الدورة سوف أقوم بوضعها هنا في الجيت هاب، يعني سأضع لكم تحت هذا الفيديو أليان فير لاباج تاعي، نحو لاباج تاعي على الجيت هاب اللي هي هذه. هذه هي لاباج تاعي الجيت هاب، يعني سأقوم بوضع كل لي كود سورس تاع الدروس، دورة تعلم لغة ال HTML والدروس، يعني دورات أخرى إن شاء الله اللي نتعلموها نحطوا لي كود سورس تاعها هنايا باش تكون عندكم سهولة التعامل مع لي كود. دونك فوالا، دونك هذا هو درس اليوم من لو جو دو كاركتر في ال HTML. دونك الى درس اخر من دوره من هذه الدوره لتعلم لغه ال HTML ان شاء الله راح يكون الدرس 17 من هذه الدوره، وسوف نتعلم اشياء اخرى جديده في لغه ال HTML. دونك الى ذلك الحين استودعكم الله وسلام الله عليكم.